طيب نذهب من جانب آخر إلى واشنطن والزميل كريم يسري مراسل إكسترا نيوز من هناك. كريم أرحب بك إذن معنا في هذه الساعة، ويبقى يعني إليك تحديدا السؤال الأهم كريم، وهو كيف من الممكن أن تعود نسب التضخم للنسبة المقبولة؟ يعني هناك خلاف بين السياسيين والاقتصاديين في الولايات المتحدة حول ارتفاع نسبة التضخم وإعادتها، تفضل. بالفعل نانسي، اختلف السياسة والاقتصاديون حول أسباب ارتفاع نسبة التضخم ووصولها إلى أكثر من 5% منذ نحو 13 عاما. نتحدث عن أن عدد كبير من السياسة وعلى رأسهم بالتأكيد الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث بأن انتظام عمليات سلاسل التوريد والتي بسببها توقفت عدد كبير من المصانع أو قلصت من حجم إنتاجها، والتي تسبب أيضا في ارتفاع الأسعار، سيؤدي ذلك إذا تم حل تلك الإشكالية سيؤدي ذلك بالتأكيد إلى عودة نسب التضخم إلى معدلاتها المقبولة وعودة الأسعار إلى ما كانت عليه قبل نحو عدة أشهر. ولكن عدد من الاقتصاديين اختلفوا مع السياسة في هذه النقطة، تحدثوا عن أن عدد من الإجراءات الحكومية التي اتخذت على مدار العام ونصف العام الماضيين أثرت بشكل كبير على نسبة التضخم، منها على سبيل المثال الأربع حزم من المساعدات التي يعني أنفقتها الحكومة الأمريكية على الشركات والمواطنين الأمريكيين، أربعة حزم تسببت بشكل كبير في ارتفاع يعني الأموال الخاصة أو الاحتياطات الخاصة بالمواطنين بنسبة نحو 30%، ومع يعني منتصف هذا العام انتهج الأمريكيين نهج الشراء بشكل مكثف، ما تسبب في يعني نفاذ عدد كبير من السلع الاستهلاكية وأيضا ارتفاع عدد كبير من السلع الأخرى نظرا لارتفاع يعني حجم أو نسبة الأموال المخزنة لديهم أو المحطوطة في البنوك لديهم، وبالتأكيد تسبب ذلك بشكل كبير في زيادة نسبة التضخم. أيضا البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قرر تثبيت سعر الفائدة على فائدة منخفضة، وبالتالي لحتى الأمريكيين على زيادة الشراء على مدار العام ونصف الماضيين، ما تسبب في زيادة أسعار المنازل وأيضا السيارات من خلال سهولة الحصول على القروض بنسب فائدة منخفضة، وتسبب ذلك أيضا في ارتفاع الأسعار. كل تلك الأسباب مجمعة يعتقد السياسيون بأنها ستؤدي لثبات أو زيادة نسبة التضخم على مدار هذا العام وأيضا العام القادم، وربما لن تحل تلك المسألة حتى عام 2023، وهما يختلف معهم كثير من السياسة وعلى رأس التأكيد الرئيس الأمريكي الذي تحدث عن أن فتح عدد من الموانئ الأمريكية وإعادة العمل بها بدوام كامل مثل ميناء لوس أنجلوس في الساحل الغربي وأيضا ميناء لونج بيتش في الساحل الشرقي في تحديدا في ولاية فلوريدا، سيساهم ذلك بشكل كبير في يعني إعادة سلاسل التوريد إلى حجمها الطبيعي أو يعني عمل المصانع بشكل طبيعي، ويؤدي إلى زيادة أعداد السلع وبالتالي عودة أسعارها بشكل منطقي. ماذا عن أسعار الوقود والطاقة أو الغاز كريم؟ يعني تختلف الولايات المتحدة قليلا عن أوروبا، فالاتحاد الأوروبي يعاني على مدار الفترة الماضية من ارتفاعات كبيرة في أسعار الطاقة، لكن هنا في الولايات المتحدة الأسعار ارتفعت ولكن ليس بالنسب كبيرة. نتحدث عن أن سعر جالون البنزين على مدار العام الماضي كان بين 2 دولار و 2.5 دولار، الآن وصل سعر الجالون إلى أكثر من نحو 3 دولارات و 20 سنتا، وبالتأكيد هناك زيادة في أسعار الطاقة، ولكن الزيادة حتى الآن يعني جون ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض كانت ذكرت بأن تلك الزيادة مقبولة نظرا لزيادة أسعار الطاقة بشكل كبير في كل دول العالم وتأثيراتها السلبية على أسعار الطاقة، لكن هنا في الولايات المتحدة لا يعني لم يعاني الشعب الأمريكي أو المجتمع الأمريكي بشكل كبير حتى الآن من ارتفاعات كبيرة في أسعار الطاقة، لكن ما يخشاه الاقتصاديون هو يعني أن ترتفع تلك النسبة بشكل كبير على مدار العام القادم عام 2022 بسبب ارتفاع نسبة التضخم وارتفاع كبير في أسعار الطاقة على المستوى العالمي. نتحدث أيضا عن أن الأمر ليس متعلق فقط بأسعار الطاقة، لكن أيضا متعلق ب يعني هناك تقارير أشارت بأن مجموعة العشرين وهي المسؤولة عن 80% من حجم المواد الخام أو الناتج المحلي للمواد الخام على المستوى العالمي بها نسبة تضخم يتجاوز حجم
ويتجاوز نسبة 4.5%، وبالتأكيد تلك الدول هي مسؤولة بشكل رئيسي عن إمداد العالم ومصانع العالم بالمواد الخام اللازمة لزيادة عمليات التصنيع وعودة الإنتاج. صحيح. مرة أخرى، لكن هناك يعني مشكلات كبيرة في عملية إيصال تلك المواد الخام، وأيضا في عملية فتح المصانع بدوام كامل. رد الفعل الشعبي، يعني إن كان الأمر ربما الأكثر تأثيرا في الولايات المتحدة الأمريكية هو ارتفاع السلع الغذائية أو يعني ما يتم استهلاكه، كريم، رد فعل الشعبي على زيادة أسعار هذه السلع بشكل مبالغ فيه؟ رد الفعل الشعبي الامريكي، ان نسبه يعني تاييد جو بايدن وفقا لاستطلاعات الراي انخفضت عما كانت عليه في بدايه يعني توليه الرئاسه الامريكيه، وذلك بسبب الغضب او السخط من ارتفاع الاسعار وزياده نسبه التضخم. ربما يعني تحدث جو بايدن كثيرا عن ان نسبه البطاله انخفضت كثيرا في عهده منذ بدايه توليه الرئاسه الامريكيه، ولكن ذلك لم يعد يعني مجديا بالنسبه للمجتمع الامريكي الذي ربما يعاني بعض الشيء خلال تلك الاشهر من ارتفاعات في اسعار السلع الاستهلاكيه او السلع الاساسيه. وبالتالي هناك ايضا يظهر ذلك جليا في معركه انتخابيه بولايه فيرجينيا على حاكم الولايه بين ديمقراطي وجمهوري. نجد ان ارتفاع الاسعار يستغلها الحاكم الجمهوري للضغط على الناخبين بان الجمهوريين في يعني ابان حبة دونالد ترامب لم يعانوا من ارتفاعات في الأسعار. وتبقى دائما هي المشكلة الأمريكية الكبرى كريم، يعني الرأي الديمقراطي والرأي الجمهوري المشكلة الأزلية في الولايات المتحدة الأمريكية. طيب، هل تم وضع جدول زمني؟ هل هناك توقعات ربما بإنهاء أزمة التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل سواء الساسة أو الاقتصاديين وضعوا ربما موعد أو جدول لانتهاء هذه الأزمة؟ يحاول الديمقراطيون من جهة طمأنة الشعب الأمريكي بأن عودة نسبة التضخم إلى معدلاتها المقبولة ستتم على مدار الأشهر القادمة. من جهة أخرى، يتحدث عدد كبير ويصرح عدد كبير من الجمهوريين بأن السياسات التي ينتهجها الرئيس الأمريكي جو بايدن ستتسبب في ارتفاع كبير في الدين العام الأمريكي، وبالتالي سيتسبب في زيادة نسبة التضخم أكثر مما هي عليه الآن. وبالتأكيد هناك صراع دائر بين الديمقراطيين والجمهوريين على تلك النقطة الهامة للغاية خلال هذا العام، خاصة أن جو بايدن يحاول تمرير الميزانية الجديدة. هو اليوم يتواجد داخل الكونغرس الأمريكي وتحديدا بمجلس النواب لإقناع كامل الديمقراطيين بالموافقة على ميزانيته الجديدة، على مشروع ميزانيته الجديدة، خاصة أنه خفضه للنصف تقريبا بسبب ضغط الديمقراطيين وانقسام الديمقراطيين داخل مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس الامريكي حول الموافقه على تلك الموازنه الجديده. وبالتالي سيحاول جو بايدن خلال الفتره القادمه ضمان موافقه كامل الديمقراطيين الذين يتمتعون بافضليه او اكثريه داخل اكثريه طفيفه داخل مجلسي النواب والشيوخ لتمرير يعني الموازنه الامريكيه الجديده. كريم، أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به من تفاصيل ومتابعة. زميل كريم يسري مراسل إكسترا نيوز كنت معنا إذن من واشنطن، شكرا لك كريم.